السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحبايب الكرام الأفاضل، مرحبا بكم تاني، نورتونا وشرفتونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا فيكم جميعا لما يحب ويرضى. منورين جميعا الناس اللي جونا هنا والناس اللي معانا عن بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نقدم شيء طيب، ولا بد من التعاون مع بعض. لذلك أنا أتمنى الناس اللي لسه متحفظة شوية وخجلانة كده يعني تبدا معانا، يعني تاخد راحتها، وفي النهايه هي علم، يعني الانسان يسال ويتعلم ويستفيد. طيب، في المحاضره الماضيه بدينا مقدمه عن الماده، وركزنا في الاساس على فهمنا للهدف الرئيس من الماده، وبينا انه الهدف الرئيسي يا شباب زي ما هو واضح الان امامكم، انه الدارس الان انت المعاني في الدوره دي مشرف السلام والصحه المهنيه تكون مدرك وناشر لمفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئة عملك الخاصة وفي مجتمعك بشكل عام. وبينا أن الإنسان عشان يكون ناشر للثقافة ومفهوم السلامة والصحة المهنية يحتاج لأنه يبين للناس الخسائر المباشرة اللي ممكن تحصل نتيجة لعدم الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية، وكذلك الخسائر الغير مباشره، طبعا حيتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. ثم قلنا ان شاء الله في المحاضره القادمه حتكلم عن اهداف تفصيليه، ومعرفنا يا شباب الانسان لما يفصل يبين اكثر ويشرح اكثر. فالهدف الرئيس ده حنقسمه لاهداف تفصيليه، ودي بتكون اعمق شويه، بتوضح لنا كدارسين الغايه اللي حنطلع منها او الفائده اللي حنستفيد منها من خلالها من دورتنا دي ان شاء الله رب العالمين. اولا انه الدارس اللي هو انت تكون مدرك لاهميه تطبيق معايير السلام والصحه المهنيه في بيئه العمل، وده شيء مهم جدا، انه ونحن ذكرنا قبل قلنا فاقد الشيء لا يعطيه. فعشان انا اقدر اوصل رساله السلام والصحه المهنيه للاخرين احتاج اني انا اكون اصلا مدرك للمساله دي. كذلك من المفاهيم او الاهداف التفصيليه حناخذها ان شاء الله نستطيع ان نميز بين انواع المخاطر المختلفه، لانه بيئه العمل فيها مخاطر عده، في مخاطر متعلقه بالعمل في الاماكن العاليه زي ما شاهدنا قبل، في مخاطر متعلقه بالعمل في المكاتب زي ما شاهدنا قبل، برضه في المكاتب كانت في مخاطر شفناها امامنا وحنتناقش فيها ان شاء الله باقي المحاضره، في مخاطر متعلقه بالعمل في مثلا الاماكن اللي فيها ممكن مثلا ظروف طبيعية زي رطوبة عالية حرارة عالية والأشياء دي كلها، وبالتالي تستطيع الآن أنت تميز كمشرف سلام وصحة مهنية الأشياء دي، وتستطيع تقدم النصح والتدريب وفق الحوجة زي ما جميل زميلكم ذكر قال إنه طالما نحن حنعمل في مكان عالي لابد إنه ندرب ناسنا على انه كيف يتعاملوا في كيف يعني وسائل السلامه والصحه المهنيه للعمل في المكان العالي. وده كان كلام جيد جدا، انه طالما انا احتاج اني اعمل في مكان عالي يبقى احتاج اني ادرب العامل على المفهوم ده. طيب، كذلك من خلال الاهداف التفصيليه حنعرف كيف نشرح انواع الخسائر المباشره وغير المباشره المترتب على الحادث، ودي قلنا يا شباب بتخلي الانسان يدرك أهمية السلامة والصحة المهنية وخطورة عدم الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية. كذلك من المادة نستفيد من أهدافها إنه نستطيع إنه ندرك ونقتنع بضرورة وأهمية وجدوى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية. لما أنا أدرك قيمة الشيء ومعنى الشيء أستطيع إني أبذل الغالي والنفيس اني احفظ نفسي. طالما ان الانسان حيفقد حياته في لحظه او يصاب بعاهه مستديمه في لحظه او يصاب باصابه كبيره في لحظه، يبقى هو بيحرص على انه ما يهمل في مجرد انه يلتزم بوسائل الحمايه الشخصيه مثلا، او صاحب العمل ما حيفرط في انه يوفر احتياجات السلامه والصحه المهنيه، والا ممكن يتكبد خسائر كبيره جدا نتيجه للحوادث اللي ممكن تحصل عنده ببيئه العمل، وحيكون مطالب بانه يعالج المسائل اللي بتحصل عنده، يدفع التعويضات، يعالج الاشخاص اللي اصيبوا في بيئه العمل. ف
فدي مسألة مهمة جدا هندركها إن شاء الله من خلال دراستنا للمادة. كذلك من الأهداف التفصيلية إنه نستطيع إنه إحنا نقنع أصحاب العمل بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وده حيوفر ليهم من التكلفة اللي كان ممكن تصرف، من السمعة السيئة اللي ممكن تلحق بهم، من أحيانا رفض العاملين العمل مع المؤسسة وهكذا، والغرامات، وممكن يجي التوقيف كامل من قبل الجهات والسلطات الرسمية في الدولة. كذلك من الأهداف التفصيلية هنتعرف عليها إن شاء الله إنه نتعرف على بعض أنواع الطاقة المختلفة، ودي إن شاء الله هتمر بينا، نعرف الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية والطاقة دي، ودي كلها بتساعدنا في التنبؤ بأنواع المخاطر في بيئة العمل المعنية. كذلك من الأهداف التفصيلية هنطلع بيها من خلال المادة بتاعتنا إنه نعرف إنه هناك في عوامل تؤثر على صحة العامل. هي شنو؟ ويا شباب أنا لما أقول كلمة عامل بشكل عام بعني بيها كل العاملين في المؤسسة، من مالك المؤسسة إلى أقل درجة أو وظيفة في المؤسسة. لكن عندما أتكلم بعدين عن المراتب ممكن أقول ده المدير وده المدير العام وده، لكن في النهاية كلهم عاملين في المؤسسة. عندنا الإمبلوير اللي هو صاحب المؤسسة ده الموظف، وعندنا الإمبلويي ده الموظفين في المؤسسة. الموظفين ده ممكن يكون في مدراء، في مشرفين، في عاملين، في عمال بيعملوا في وهكذا. فكلمة عامل بشكل عام تعني كل إنسان موجود في المؤسسة مسؤول منه أنا سلام مشرف السلامة والصحة المهنية، أوعيه وأنبهه بأهمية والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية. أما عندما أفصل هنا يكون الأمر بعد ده مختلف. كذلك من الأهداف التفصيلية أنه يتعرف على كيفية تقديم الإسعاف الأول للمصاب، ودي إن شاء الله المصاب باللدغات ونحوها، ودي إن شاء الله هناخد عنها بعض الأشياء بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الآن يا شباب تقريبا عندنا، أنا ما أعرف زمن الصلاة أو شكلها عليه ولا لا. طيب تقريبا إيه صلاة يا مهندس؟ صلاة والله. أوكي أوكي. طيب يا شباب هناخد إن شاء الله بريك للصلاة، نحن نقول 10 دقائق بإذن الله سبحانه وتعالى، ونجي نواصل إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله. تكون داخله باسمي، كده داخله باسمي. طب كيف هحط على تصميم؟ شوف عربي انجليزي بقى. طيب داون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا يا اخوتنا الكرام على فاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. بس يا مهندس أنا والله تسمع اسمع يؤذن عندي، توي يؤذن عندي. ما سمعتك، قلت شنو؟ عيد كلامك ثاني. أقول اسمع وتوي يؤذن عندي أنا.
اوكي ما في مشكلة. عموما طبعا احنا عندنا فروقات الوقت اكيد، ناس في الشرقية وناس في الوسطى وناس في الغربية، ما في مشكلة. عموما من أذن عنده الآن الأذان ممكن هو ينتقل للصلاة إن شاء الله، وزي ما قلنا المحاضرة تلقوها إن شاء الله كاملة مرفوعة عندكم في كلاسير بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نحاول نسدد ونقارب بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يا شباب نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. وبدأنا في المرة اللي فاتت تكلمنا زي ما بينا في السابق عن أهمية السلامة والصحة المهنية، أو أهمية تسويق السلامة والصحة المهنية، وبدينا بالهدف الرئيس وتكلم عن الأهداف الفرعية أو الأهداف التفصيلية. وإن شاء الله رب العالمين هندرس الأهداف التفصيلية من خلال وحدات اللي هي بتمثل الأبواب، ودي الأبواب اللي من خلالها إن شاء الله هندرس المادة بتاعتها بإذن الله رب العالمين. هنتكلم عن الباب اللي له علاقة بعلاقة التسويق بالسلامة والصحة المهنية، وده الباب اللي احنا الآن في صدد الكلام عنه. كذلك هنتكلم عن أثر السلوك الإنساني على السلامة والصحة المهنية، إن شاء الله هنتكلم فيه كذلك. هنتكلم عن باب يتكلم عن مخاطر الآفات الطبيعية. احنا قلنا مشرف السلامة والصحة المهنية لابد يكون مدرك طبيعة بيئة العمل اللي بيعمل فيها. هنتكلم عن باب يتناول مخاطر الظروف الجوية على الصحة، أكيد على صحة العامل يعني. وهنتكلم إن شاء الله كذلك عن باب يتكلم عن مخاطر عمليات الرفع والمناولة، نسميها المانويلينج هاند، إن شاء الله هيتكلم عنها بإذن الله رب العالمين. وكذلك هيتكلم عن باب يتكلم عن مخاطر الحريق، وبرضه إن شاء الله هنعرضها بالتفصيل بإذن الله رب العالمين. وهنتكلم عن باب كنا نتكلم عن انواع الطاقه، نبين الانسان الطاقه، لانه لو عارف فكره عامه على الطاقه ممكن يعرف نتيجه المخاطر المتوقع تنتج عنها. مثلا لو عارف الطاقه الكهربائيه ممكن يدرك المخاطر الكهربائيه اللي ممكن تنتج عنها وهكذا. هنتكلم عن مخاطر تتعلق بالمشاريع، ودي ان شاء الله برضه هنفصل فيها باذن الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله كلها هناخدها بشكل سلس وسهل باذن الله رب العالمين. طيب في مقدمتنا عن المادة، هي نفس المفاهيم اللي أخذناها سابقا يا شباب، بس قبل ما أتكلم عن المقدمة عاوز أؤكد للناس جميعا أنه الأمر سهل والأمر سلس، وكل إنسان باستطاعته يتابع معانا من غير عناء ويدرك أهمية المادة، ويستطيع أن يكون ناقل لثقافة السلام والصحة المهنية، والأمر يصبح إن شاء الله بأسهل ما يكون. طيب في المقدمة اللي هي عبارة عن خلاصة ما تكلمنا عنه سابقا، إنه السلامة والصحة المهنية هي تعتبر طوق النجاة لإنهاء أي مشروع من غير خسائر، سواء كان خسائر مادية، سواء كان خسائر بشرية، سواء كان حتى خسائر قلنا مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بسمعة المؤسسة وبالإنتاج وبتكلفة الإنتاج وبرأس المال، دي كلها مسائل ممكن تمتد لها المخاطر، وممكن تؤدي لأن المؤسسة تتوقف تماما عن العمل أو تجيها مخالفة من قبل الدولة إلى آخره. وبالتالي طالما السلام والصحة المالية طوق النجاة أو من أهم عوامل الأمن والاستقرار في بيئات العمل، وتساعد في اننا ننجز مشاريعنا دون خسائر ماديه او بشريه تذكر، تطلب مننا الامر ده بكل بساطه انه نتبع التطبيق اللي احنا نقول المعايير والضوابط والسياسات والاجراءات المتعلقه بالسلامه والصحه المهنيه، مما يساعدنا في الحفاظ على اموالنا وفي الحفاظ على أهم عنصر أو أهم عنصر من عناصر الأمن الاصطناعي اللي هو العنصر البشري الإنسان. وقلنا كلما قلت الخسائر في بيئة العمل كلما ازداد الإنتاج في المؤسسة، وكلما حس العامل بالأمان والاستقرار في بيئة العمل، مما يساعد في أنه ينجز مهامه بأفضل ما يكون وأحسن ما يكون.
وما ننسى كمان يا شباب انه نحن نلتزم كذلك بما عندنا من الواجبات ان شاء الله، حتى نقدر نكون حقيقة نحن نستطيع ننقل الوعي والمفهوم ده بالشكل المطلوب. لو نظرنا الآن الصورة أمامنا دي يا شباب، يعتبر إنه ده الآن عامل عندك في بيئة العمل أيا كانت طبيعة بيئة العمل، فطبيعة العمل دي في حد ذاتها فيها مخاطر ممكن يتعرض لها العامل. فيا ريت لو شباب أديتوني خطر أو خطرين أو ثلاث مخاطر من خلال الصورة اللي ظاهرة أمامكم دي. يا شباب عاوزين منكم خطر، واحد منكم يدينا خطر او اثنين او ثلاثة على حسب ما هو يعني واضح امامه في الصورة دي، انه العامل ده لو بيعمل بالطريقة دي لمدة سنة او اثنين او ثلاثة او اربعة معرض لشنو؟ تطاير الشرار يا طيب، تطاير الشرارة تلزميكم صح؟ وده يؤدي يا شباب الى اصابات. النظارة نعم تفضل. لا خلاص انا قلت تطاير الشرار، انت تقول خطر، تبغى خطر صح؟ ايوه الان انت ذكرت مش واحده من المخاطر، خطر خطر على العين هو تطاير الشرارة صحيح، لانه تطاير الشرارة يا شباب ممكن يصيب العامل في الجسم، ممكن يؤدي الى جروح، وممكن يكون هو نفسه سبب ليحصل حريق، انه الشراره دي لما يتطاير يحمل لهب او يحمل سخانه ممكن يسقط في مكان اخر يكون عليه ماده قابله للاشتعال ويؤدي الى فير. ممتاز، ده خطر. طيب يا شباب تاني في شنو المخاطر؟ من خلال الصورة اللي أمامكم دي، لو أنت الآن مشرف سلامة وصحة مهنية وفي بيئة العمل دي شفت العامل ده بيعمل العمل ده كده لمدة قلنا سنة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، المخاطر المتوقعة تكون شنو؟ خطر العين. ممتاز، قد مخاطر على العين. ممتاز، تفضل تفضل. قد يتعرض إلى نسبة ضوضاء. كلام جميل وكلام واضح جدا، إنه العامل ده واليد واليد خطر اليد واليد. ممتاز، خطر الضوضاء، الان اللحام يطلع منه صوت عالي جدا، وزميلكم قال يحصل له خطر في اليد نفسها، وزميلكم قال كذلك خطر في. ممتاز، مخاطر فعلا بمعنى الكلمه هي مخاطر. نسمع ثاني في عنده راي. في شخص اخر عنده اضافه؟ طيب يا شباب ما ذكرته الان جميعا، نعم هي من أهم المخاطر المعرض لها العامل ده الآن هو بيعمل بالطبيعة في شكل العمل ده. لأنه زي ما ذكر زملائنا الشرار المتطاير ده هو خطر، ومع عامل الزمن يؤدي إلى مرض مهني، وما ننسى الأبخرة اللي بتطلع مع اللحام. انحناء العامل نفسه زميلكم ذكر الآن رفع اليد وانحناء الرقبة والأشياء دي كلها مع عامل الزمن تنتج منها بعبارة عن إصابة بدنية سموها ill health، حيتكلم عنها لاحقا إن شاء الله. الضوضاء، طالما العامل بيعمل في حتة فيها لحام وفيها كذا ده يؤدي إلى ضوضاء، ودي مع عامل الزمن تؤدي إلى إصابته في السمع. يبقى الآن يا شباب من خلال نظرتنا للصورة دي أمامنا نستطيع ندرك الآن إنه في مخاطر أو في أشياء تؤدي إلى إصابات مباشرة، وفي أشياء تؤدي إلى إصابات غير مباشرة، وفي أشياء تؤدي إلى أمراض مهنية، وده قلنا ده من خلاله نستطيع نحن نوعي وننبه الآخرين بأهمية السلامة والصحة المهنية، وإلا حيتعرضوا للخسائر المباشرة وغير المباشرة وحيتكلم عنها لاحقا إن شاء الله. يبقى الآن من المقدمة تضح للجميع أهمية السلامة والصحة المهنية، وأهميتنا نحن كمشرفي سلامة وصحة مهنية في انه نضيف، نستطيع ان احنا نضيف لبيئه العمل او للعمل بشكل عام، ونستطيع نضيف الى العامل، ونستطيع نضيف الى المجتمع وعي بان الناس تدرك اهميه السلامه والصحه المهنيه وانها من الاهميه بمكان، وان الانسان اذا فرط في المساله دي قد يعرض نفسه الى خطر لا تحمد عقباه. فدي كلها اشياء نستطيع ان احنا الان نكون ناقلين للوعي ده وباسين للفكرة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
نرجع للكيس الجبال نختم بها محاضرتنا. جبال شاهدنا مقطع يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في المكاتب، زي ما زميلنا كبير قال، معرفتنا لبيئة العمل يساعدنا في معرفة نوع الخطر. وبالتالي يا شباب نستطيع الآن إحنا بكل بساطة ندرك كمشرفي سلامة وصحة مهنية إنه في مخاطر علينا. شاهدنا كبير كيس وشاهدنا فيها الشق الأول، وما في مال نشاهده تاني بشكل سريع. وسألت الناس قلت لهم ادوني آراءكم في نوع المخاطر اللي شاهدناها الآن. بعض الناس بيفتكر إنه المخاطر دي فقط هي موجودة في الأماكن في العمل، في الأماكن العالية والإنشاءات والأشياء دي كلها. لكن الآن الكيس الأمامي بيبين لنا إنه الخطر ممكن يكون في المكاتب، البيئة الهادئة والبيئة المكيفة والبعيدة جدا عن اللحام وعن القطع هي نفسها معرضة إلى مخاطر. فأنا قلت بعد الصلاة إن شاء الله أو في المحاضرة القادمة هنستمع إلى تعليقات الشباب عن المخاطر الموجودة. فأنا الآن عاوز أستمع لتعليقاتكم في المخاطر اللي شفناها الآن أمامنا واللي أدت إلى حوادث حقيقة، وأدت في النهاية إلى إصابة عامل بإصابة كهربائية، وقد تنتج منها يعني قد يصاب بالموت وقد يصاب بسحقة وقد يصاب على حسب نوع الإصابة. الآن لو عنده شخص منه أي إضافة ممكن يضيفها طوال يا شباب. معانا يا شباب؟ معاك 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 يلا الحب يعلق يعلق. مخاطر الانزلاق، التعثر، الانزلاق، ممتاز. يسموه عبارة عن ستيب، عدم التركيز، عدم التركيز، ممتاز. يبقى في بيئة العمل نحن معرضين لمخاطر الانزلاق، عدم التركيز، ثاني ممتاز ما شاء الله. ما في خطر بالكهرباء يا شباب؟ الكهرب الكهرباء ده من أكبر الخطر ده هو الآن أمامنا إحنا شايف بنشوف فيه الآن. يبقى الانزلاق، عدم التركيز، الإصابة بالكهرباء، دي كلها مخاطر. فلو نظرنا الآن يا شباب للحاجة دي كمشرفي سلامة وصحة مهنية وحابين نصلح المشكلة، أمامنا خطر عاوزين نعالج الخطر، كل الأشياء اللي ذكرتوها دي يا شباب هي صحيحة. تعالوا شوف الآن بإمكاننا نعالجها بشكل سريع. شوف الآن معالجة الخطأ حتى بشكلها كيف. هتبدأ من أصل الخطأ، وأصل الخطأ كان شنو يا شباب؟ المشاكل دي كلها نبعت من خطأ أساسي اللي هو كان شنو؟ عدم التركيز. عدم التركيز، عندنا شخص كان شايل له تفاحة في يده وبيبحث عن أوراق معينة، فمن غير تركيز وضع التفاحة على الدرج وبيبحث، فمن هنا بدأ الخطر الأساسي. شوف الآن، يبقى باختصار لو حلينا موضوع التفاحة بفضل الله سبحانه وتعالى نستطيع تجنب ما يأتي من مخاطر. تابعوا الشاهد الآن. Wait, my apple. يبقى يا شباب الآن من خلال الكيس اللي شاهدناه أمامنا دي يتضح لنا عمليا انه وجود التفاحة نتيجة لعدم تركيز العامل ده وعدم ادراك انه الحاجة دي ممكن تؤدي الى خطر ادت الى مخاطر جمة، انتهت باصابة احد زملائهم بسعقة كهربائية، وبدي قلنا ممكن قد تؤدي الى انه يصاب ممكن مع السعقة دي ويضرب على الحائط من الخلف ويصاب بضربة على الرأس ونزيف، والموضوع ممكن يتطور، اقصد الموضوع ممكن يعني يتطور ويمشي الى امور اكبر من كده. يبقى يا شباب في نهايه محاضرتنا دي ممكن احنا نقول انه السلام والصحه المهنيه من اهم الامور اللي بيحتاج ليها كل انسان، لا سيما في بيئه العمل. ولما نحن ندرك المعاني دي كمشرفي سلام وصحه مهنيه نستطيع ننشر الوعي المتعلق بالسلام والصحه المهنيه، ونستطيع نبين للناس أهمية السلام والصحة المهنية، ونستطيع أن نقنعهم بأنهم يلتزموا ويهتموا بالسلام والصحة المهنية ابتداء من أصحاب العمل، نهاية بأقل عامل في المؤسسة.
وكده نستطيع نكون في بيئة عمل آمن مستقرة. وإن شاء الله يا شباب في طيات المادة زي ما ذكرنا قبل حنبين وحنفصل إن شاء الله أمور كثيرة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن أوشكنا ننتهي من محاضرتنا الثانية، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. أخذت فكرة الآن عن المادة، عن تفاصيلها، عن محاورها، عن أهدافها، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نواصل. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.